اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام على السولاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وفي اتم الاحوال ان شاء الله، والفيديو تاع اليوم يصبكم كامل بخير ان شاء الله. الزول في اللون، مرحبا يسوان، سكرا بوين توالين لاشان يما سنعيمة دي فرنسا، سينا تنمير مرحبا يسف لاشان نون لاشان يما سنعيمة دي فرنسا، وين تيك التمزورة تدي توالين لاشان الناغ سينا غرابوني ما يعجبك الفيديو اللايك ان كومورتير مشطوح يشوف حنا مخلوي لأول مرة يشوف قناتنا، قولوا دير اشتراك للقناة وين عجبك المحتوى تاعها وفعل زر الجرس باش يلحقك كل جديد، وما تنساش تخلي لنا تعليق شباب بحال قلوبكم. نمروا لتحضير الوصفه تاعنا تاع اليوم. كما راكم تشوفوا اليوم عندنا الحوت ولا السردين، هنا هذو هما لي زيبيس اللي عندنا، عندي فلفل كحل، كمون، راس الحانوت الصفر، الملح، عندي هريسه، وعندي المعدنوس وفلفل الوان، هذاك فلفل الحلو. هذا هو السردين تاعنا، انا هنا راني نقيته ونوري لكم يعني الطريقه. كما راكم تشوفوا هنا نقوا كامل كمية السردين اللي عندنا، الكمية يعني نتوما على حساب افراد العائلة، ومامتو تاني السردين راهو غالي يعني ما راهوش رخيص. على كل حال ربي يكون في عون الفقراء ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه هي هذا هو البول اللي استخدمت انا، استخدمت هذاك الصغير، حبيت نديرهم صغيرين، وانتوما يعني الحجم اللي حبيتو، تحبوا ديروا هذا كيما البول تاع الشربه اللي وريت لكم. هذا هو لي زيبيس تاعنا، هنا راني ندير شويه تاع الملح للسردين تاعنا باسكو ما درتلوش في الاول، نحب يعني انايا كي نكون ندير السردين شطيطحه ولا السردين معمر نحب حتى نقيه وندير له لي زيبيس بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوها معايا. هنا نشدو السردين تاعنا ونديروه بهذه الطريقه كيما راهي باين لكم في الفيديو، يعني طريقه واضحه. نكمل الكميه اللي عندي وانتم معايا. هذا هو السردين تاعنا، انا هنايا راني كملت عمرت حطيتهم في لي بول هذوك، وهنا نخلطوا لي زيبيس تاعنا، عندي راس الحانوت، الملح، فلفل كحل، كمون، وعندي الثوم وفلفل الحلو، فلفل الوان كما راكم تشوفوا، خلطت مع الخضر مع الاحمر وزدت عليه شويه تاع المعدنوس. نخلطوا كامل المقادير تاعنا لي زيبيس تاعنا مع بعض ونعمروا السردين تاعنا بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله جدا، ومنين تجوا تغلقوهم يعني طريقه ثانيه سهله، ولازم تتاكدوا انكم غلقتوهم مليح يعني باش كي تروحوا تقلوهم في المقله ما يتفتحوش معكم وما تخرج لكمش هذيك لاباس تاعكم، هذيك الحشوه تاعكم في المقله. انا هنايا عندي لافاش كيري، وانتم تستخدموا اي نوع من الجبن عندكم، فرماج رافي ولا اي نوع من الجبن مستخدم للطلي. انا هنايا رايحه نقسم الفرماج تاعي باسكو لي بول اللي استخدمت انا استخدمت صغار، يعني ما نقدرش ندير هذيك الحبه جايه كبيره بزاف، قسمتها على اثنين كما راكم تشوفوا. هذه هي الطريقه باش نغلق السردين تاعنا، كريات السردين تاعنا ولا السردين معمر، يعني طريقه سهله جدا. انا نكمل هذه الكميه اللي عندي وانتم معايا. وهنايا راني رايحه نشارك معكم طريقه ثانيه باش نديروا سردين معمر بطريقه ثانيه. كما راكم تشوفوا هنايا تاخذوا اي نوع تاع بلاستيك، صاشيه تاع النيلو ولا بلاستيك ولا اي حاجه يعني باش تساعدكم انكم تجمعوا السردين تاعكم. كما راكم تشوفوا ندير السردين تاعي بهذه الطريقه، نديرو بالطوله، وهذوك الزعانف يعني لا حبيتو تنحوهم نحوهم ولا ما حبيتوش يعني خلوهم، لانه يسهلوا عليكم من بعد كي تروحوا تغلقوا السردين تاعكم. انا نكمل الكميه اللي عندي ومن بعد ندير لي زيبيس كما درنا في الاول، يعني التوابل اللي استخدمناهم في الاول نستخدموهم الان، والحر نتوما يعني
يعني إذا كنتوا تحبوا الحر من عشاق الحر يعني زيدوا عليه شوية تاع الحر. أنا هنا درت غير شوية تاع الهريسة وجو حرين بالبزاف. هنا نعمر كامل السردين تاعي بهذه الطريقة ونرجع معكم باش نجمع السردين تاعي، يعني باش نروليه نديروه بحال السردين رولي. هنا من بعد ما زدت ليزيبيس تاعي وزدت عليها الفرماج يعني نروليه غير بالعقل بمساعدة هذاك البلاستيك على هذيك اللي قلت لكم. شوفوا اي نوع تاع بلاستيك ولا ساشيه تاع النيلون متوفر عندكم جد بالموجود، كما دائما نقول لكم ما تكلفوش روحكم حتى ساشيه هكا تاع بلاستيك تاع الخبز ولا اللي كاينه. نروله بهذه الطريقه يعني طريقه سهله جدا. وهنايا يعني كنت سرعت شويه الفيديو يعني ديروه غير بالعقل. هنا الفيديو راهو مسرع كليته وخليته يعني خليته زوج دقائق. ومن بعد هنايا كفكره يعني باش تتاكدوا انه الرولي تاعكم ما يتحللكمش في المقله كي تقليوه، يعني استخدموا هذه الطريقه. تاخذوا شويه تاع الخيط تاع خياطه اي خيط متوفر عندكم ونربطوه بهذه الطريقه اللي درتها انا. ولا يعني راكم متاكدين انه الرولي تاعكم يعني درتوه بيان درتوه مليح ما راش رايح يتحل لكم في المقلة، يعني تستغنوا على هذا يعني الطريقة، تستغنوا على هذه الفكرة. ولكن مجرد فكرة، كاين اللي يتحل معاهم كيروحوا كيقليوه يديروه في المقلة يتحل معاهم وتخرج كامل هذيك لافاس. يعني كتدبيرة حبيت يعني نشاركها معكم. انا استخدم هذه الطريقة في رولي تاع الدجاج ولا رولي تاع اللحم مرحي تاع بيونداشي ولا هكا تاع السردين، يعني طريقة مضمونة 100% كي طيبوه ما راش رايح يتحل لكم في المقلة. نكمل انا الطريقة اللي معايا ونروحو نقليوه ومن بعد نرجع معكم في صحن التقديم. انتظروني. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. راهي تجي بنينه 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 بالفرماج والله ولا اروع. يعني انا نحب بزاف كي ندير سردين معمر نديرو على هذه الطريقه. اللي مازال ما اشتركش في القناه نقولو دير اشتراك للقناه، واذا عجبك المحتوى تاعها مرحبا بك معنا بكم انتم. القناه تكبر وتزيد. نشكر جميع المتتبعين والمتتبعات تاعي، نشكرهم على التعليقات تاعهم الشابه. نشكر اخي اتوميكس فلوغ اخي قلب الاسلام وجميع مجموعه الصدق والتعاون. نشكرهم كلهم كلهم كلهم، جميع واحد دعمني ودعم قناة يومية أم عماد في فرنسا وخلاها تكبر وكل يوم تزيد. نقول شكرا ليك، شكرا على الدعم تاعكم المتواصل. بكم نتوما القناة تكبر وتزيد. راهي قناتكم ماهيش ديالي، راهي ديالكم نتوما. وشكرا على الوفاء تاعكم. كيف راكم تشوفوا هذه هي الوصفة تاعنا، جات رائعة. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، واذا عجبتكم خلوها لي في التعليق. نقول لكم ملتقانا ان شاء الله في فيديو اخر. اونينيق ما يعجبكم الفيديو تجديد اللايك تجديد التعليق يشبه حنا مكونوي او ندينا غنملال دي لهنا ربي ان شاء الله. كل فيديو دي في الدون او ندينا تنمير. السلام عليكم.